السلام عليكم، نلتقي اليوم في درس جديد وموضوع جديد من دروس la conjugaison ألا وهو le futur proche. le futur proche هو موضوع يستعمل كثيرا وهو سهل، سوف أقدمه لكم لكي تستعملوه. إذن كيف نكون le futur proche؟ la formation تكوين فيتور بروش كيتكون من كناخدو الفعل لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف ونزيدو عليه لانفينيتيف ديال لو فيرب ديالنا اللي بغينا نكونجوغيو. اذا الي او بريزون دو لانديكاتيف زيد عليه لانفينيتيف ديال لو فيرب. الفيتور بروش كنستعملو ليه اسماء اخرى وهي فيتور ايميديا او لا فيتور بيريفراستيك، هادي ما كتستعملش كتير ولكن هادي كتستعمل وهادي كتستعمل. اذا الان بما اننا محتاجين لفيرب الي، ها هو لفيرب الي على انديكاتيف بريزون. جو في، تو فا، ايل، ال، او بيان اون فا، نوز الون، فوز الي، ايل، ال فون. المثال الاول، Je vais préparer la table pour le déjeuner. سوف أحضر مائدة الغداء. Tu vas résoudre tes problèmes de mathématiques. هاد tu vas résoudre يعني هاد le verbe résoudre bien sûr au futur proche. هاد le verbe préparer au futur proche. هنا هو aller à préparer، ها هو le verbe aller à résoudre. ولي باش نستعملو le futur simple كنستعملو le futur proche. هنا هذا سهل، سهل نستعملو futur simple. غادي نقولو je préparerai la table. هنا اذا هنا غادي يكون je vais préparer، يكون اسهل في الاورال بالخصوص الشفوي. كتستعمل هذا الطريقة هذه هي اللي كتستعمل في الغالب. قليل فاش غتسمع في لوغال الفيتور سامبل كنستعملو لو فيتور بروش اللي هذا. اذا يجب استعماله هنا مثلا ريزودغ، جو في، تو فا ريزودغ، سوف تحل مسائل الرياضيات. مثال اخر، باسما فا كوندوير La voiture durant tout le voyage. Basma سوف تقود السيارة خلال السفر كله. Va conduire au lieu de باش نقولو conduira. L'année prochaine, on va baisser les taxes. السنة القادمة سوف تخفض الضرائب. هنا درت اون باش ندير مبني للمجهول. سوف تخفض. ما نقولش il va. ما غاديش نقول il va baisser. شكون؟ ما عرفناش حنا شكون. خلينا نبني للمجهول. Nous allons participer au concours des ingénieurs. سوف نشارك في مباراة المهندسين. هنا nous allons participer. Au lieu de dire nous participerons au concours، هي النادية اللي غتستعمل. Nous allons acheter une nouvelle maison. Verbe acheter au futur proche. Verbe participer au futur proche. La semaine prochaine, ils vont émigrer au Canada. Émigrer au futur proche. هنا L خصها تكون ماجيسكيل. إذا في السنة، في الأسبوع المقبل سوف يهاجرون إلى كندا. هاد émigrer هادي استعمال هنا صحيح، لأنهم غيخرجوا من بلادهم غيمشيو لكندا. كاين واحد الاستعمال اخر اللي هو كتكتب اي ام ام جوج، هنا كتكون اي ام ام جوج، هاد اي. دونك هاد الاستعمال هذا هو اللي خصنا نستعملو هنا. ولكن ما يمكن ليناش دائما نستعملو الفيتور بروش في البلاصه ديال الفيتور سامبل. ماشي دائما عندنا الحق نستعملو هنا. بعض الحالات فاش ما يمكن ليناش نستعملو الفيتور بروش عوض من فيتور سامبل. مثلا ملي كيكون عندنا سي وسط لافراز، سي مكون هذاك لا كونديسيون اللي درت عليها الدرس،
من قبل ديجا في لا شين، ولا تكون عندنا كون ولا لورسك ولا اوسي توكو ولا ديكو، هادو عندهم نفس المعنى. كون ولا لورسك ولا اوسي توكو ولا ديكو راه عندهم نفس المعنى، يعني نحيدو وحده ونديرو بلاصتها في الجمله. مثلا نعطيكم هاد الجمله وشوفوا صحيحه ولا لا. سي تي ترافاي تي فا غاني دو لارجون، هذا الفيرب ترافاي او بريزون دو لانديكاتيف، وهذا الفيرب غاني او فيتور بروش. احنا بغينا نقولوا من الجمله اذا اشتغلت سوف تربح المال، ولكن بما ان كاين السي القاعده اللي خصنا نحترمو من خلال الفيديو اللي كنت قدمت لكم في لاشين من قبل، سي بلس بريزون، الا كان عندنا بريزون خص يكون هنا لو فيتور. هي هذه الحاله اللي عندنا، سي بلس بريزون اذن هنا خص يكون فيتور ماشي فيتور بروش، فيتور سامبل. وبالتالي فهنا عندنا هذا سيفو، سيفو دو دير هذه الطريقه هذه. والصحيح ان نقول سي تو ترافاي تو غانيغا دو لارجون، ضروري نستعملوا هذه الطريقه. الا كنت مثلا وسط الناس كيهضروا في الشارع ماشي مهم تستعمل هادي ولا هادي، هادي ولا هادي، في الشارع ما كاينش اللي غادي يقول لك لا راك خطأتي، وما حقكش تحكر على واحد اخر ايضا ارتكب هذا الخطا. هذا عندنا الشفوي، ففي الشارع يعني عندك حريه تهضر كيما بغيتي، المهم المعنى يوصل. كون تي اورا دي طون نو بارتيرون انصومبل، عندما يكون لديك الوقت سوف نذهب سويا. ناد كون هذه كما قلت يمكننا نبدلو بها، نبدلوها بكون بلوغسك ولا اوسيتو كو ولا ديكو، غيبقى نفس الجمله تبقى هي هي. المثال الاخر، tu passeras ton examen de conduite dès que tu seras prête، غادي دوزي الامتحان ديالك ملي غادي تكوني مستعده. هنا علاش في مينا قلنا مستعده؟ لان انا بخيت، هاي بخيت او الا كان مذكر غنديرو بخي ونحيدو الاو، من هنا عرفنا من هنا باننا كنهضروا مع بنت نخاطب مؤنث. اذا كما قلت هاد ديكو يمكن لنا نبدلوها ب اوسيتو كو ولا لوغسكو ولا كون. tu passeras ton examen de conduite quand tu seras prête ولا اوسيتو كو tu seras prête. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا كان كذلك ديروا جيم، إذا كان شي تعليق ديروه، كان شي اقتراح ديروه في الكومنتار. ما تنساوش تبارطاجيو. ميرسي، إلى اللقاء.